لا عندنا زمزمية مية كتير حلوة بتحافظ على برودة الماء، شايفين؟ هاي جايز، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير كتير كتير، بحبكم كتير والله. والفيديو اليوم رح يكون عن أساسيات حقيبة المدرسة، ماذا يوجد في حقيبة المدرسة؟ طبعا جايز هاي شنطة لانا، وطبعا هي مريحة كتير، شايفين؟ بتنعمل زي هيك وبتتمشى فيها الجرار، شايفين؟ مريحة كتير. وهلا جايز خلينا نشوف الدرفة الأولى من الشنطة. سكر هاد شوي. وهلا جايز خلينا نشوف أول شغلة اللي في الدرفة الأولى، وهي هذا الملف اشتريته كتير، حبيت لونه سكني ولابس طبعا على لبستي. مهمة هذا الملف نحط فيه اختبارات اوراق عمل عشان ما يضيعوا او ما يتبلوا اشي، وانا حبيته كتير. وهلا جايز خلينا تشوفوا شو اشتريت الحاجة الثانية. هلا عنا هدول طوابع نحطه على الدفاتر، والشكل الاول عنا هاد كتير حلوين، اشكال الاميرات ومختلفين، شايفين؟ حلوين كتير وحبيت الالوان طبعا تبعوتهم. والثاني هاي اللي حبيت اختلف، يعني مش زي بعضيهم، شايفين؟ برضو كمان الثاني كتير حبيته. والثالث طبعا هاد دايما بحضر له وكتير حلوة كتير كتير كتير. وطبعا جايز هلا نشوف الحاجة الثالثة شو شريت. شريت هلا عنا زمزمية مية كتير حلوة بتحافظ على برودة الماء، شايفين؟ شايفين جايز تنفتح هيك وبنحط فيها مية، وشايفين ورقة لسه ما رفعناهاش منها، شايفين؟ زي هيك بتنفتح، في الورقة هيها جواتها. وطبعا جايز بعد ما نعبيها بنسكرها، بنشرب بنسكرها زي هيك. وطبعا شكلها كتير حبيته ولونها كتير حبيته كتير. طبعا جايز هلا نشوف شو في الشنطة الصغيرة. هلا عنا هاد عنا كمامة عشان نحافظ على أنفسنا من جائحة كورونا، لازم هاد تكون معاي في الشنطة. تعالوا معانا نشوف الحاجة الثانية جبناها. جبنا هون جل معقم، وهذا كمان بحافظ على اليدين، مثلا مسيته اشي مقعد اشي في المدرسة لازم ناخده على المدرسة. خلينا نشوف هلا شو جبت الحاجة الثانية. جبت هذه المحفظة، شايفينها؟ حلوة كتير وحبيت. طبعا هاي محفظة بنحط فيها الفلوس، بحافظ على الفلوس اذا ما يضيعنش او شيء، ما بنحط في الجيبة نحط في المحفظة. وهلا خلينا نشوف الحاجة اللي بعدها. جبت هون دفتر ملاحظات كتير حبيته، اللون حبيته كتير. وطبعا هاد دفتر الملاحظات بنكتب الحاجات الهامة اللي بتكتبها المس على اللوح، بس نروح على البيت بنكتبه في الدفتر الحصة. وهلا خلينا نشوف الشغلة اللي وراها شو جبت. جبت هذا الدفتر يوميات الطالب، شايفين؟ ووظيفته هو مكتوب هاي الوظائف البيتية، مثلا الواجب نكتبه هون، والموضوع شو عربي انجليزي حساب زي هيك، ولازم نهتم فيه هذا الدفتر. خلينا هلا نطلع الحاجة الثانية. وهلا هاي المقلمة لازم تكون معاي، تعالي شوفي شو راح يكون فيها. هلا خلينا نشوف الدرفة الصغيرة اللي فيها شو فيها. فيها براية لون زاهر حبيتها كتير، والشكل تبعها حلو كتير كتير حبيتها كتير. وهلا كمان عنا هذا المحاية، شايفين؟ لونها موف، شايفين؟ جواتها برتقالي، والشكل تبعها كتير حلو كتير ناعم كيوت، حبيتها كتير كتير. وهلا عنا جبت هون كوريكت، شايفينه؟ هو الشاطب، مثلا تلخبطنا من كلمة أو إشي بنشطب وعاد بنكتب زي زمان اللي بدنا إياه. وجبت هون عندي قلم جاف أزرق، ولونه من برا بنفسجي، مدليته حلوة كتير، شايفين جايز؟ هلأ مدليته زي هيك، ولما نكتب يعني المنظر بيطلع حلو كتير، ولونه كتير مثلا نفتح زي هيك بنعصها هيك على الزرعات أبيض، ومثلا لو بدنا نسكر بنعصها هيك، هاي هيك تسكر. وهلأ شايفين حلو كتير. وهلا تعالوا شوف معاي الشغله الثانيه. وهلا جبت عنا في الدرفه الثانيه من المقلمه
جبنا هون الالوان الخشبيه، شايفين حبيتها كثير. بس لما كان عندنا حصه فنون والابله جابت لنا رسمه بنلونها بتطلع كثير فخمه الرسمه. وهلا الشغله الثانيه، عندنا الاقلام ملونه، عندنا هون لون احمر وعندنا لون ازرق اخضر وزهري واسود وبرتقالي. كثير حبيت الالوان وكثير حبيت اصلا العلبه تبعت. اول ما شفتها قلت انا بدي اشتريها خلاص، الوانها كثير راح تلبق على الدفاتر والكتاب، في الكتاب طلع لي كثير حلوين، والابله راح تنعجب منه كثير كثير كثير. وهلا عندنا هذا قلم الرصاص. في جايز مواد بنستعمل فيهم هدول، وفي بنستعمل فيهم بس الرصاص، وبنتعاقب اذا مواد كانت هيك ما كانت فات كتبنا فات، كانت فات كتبنا في هدول. لا انا اشتريت الاثنين عشان استعملهم كثير وكثير. هدول اهم شيء عشان نكتب فيهم في الدفتر، بيكون الدفتر مزين منهم. قلم الرصاص حبيت اجيب اصفر اغير في الالوان. شايفين؟ وهلا عندنا هذا اللزق، شايفين هذا اللزق بنستعمله، شايفين حلو كثير. وهذا اللزق بنستعمله جايز مثلا بدك تودي رساله ما شفتيش قبلها زمان، او طالبه عزيزة عليك مثلا تعملي شكل فيونكة، مثلا تعملي شكل فيونكة هيك تربطوها فيها زي هيك بتلفوها، تعملي شكل فراشة اشي، بتطلع الشغلة كتير حلو كتير راح تنبسط منها. وهلا جبت جايز هاد، شايفين جبنا هون مسطرة، طبعا في على شكل مثلا عمودي وفي اشكال، راح افتح لكم اياها وتشوفوها. فتحنا المسطرة رح اوريكم اياها، شايفين كتير حلوة، شايفين هاي هدول اشكال نجمة، راس قلب زي هيك، شايفين طويلة على الاخر. بس هدول زي هيك بتعملوا شكل هين عمودي، هين زي هيك مربع، تلت نجمة، راس قلب، سهم. كتير انبسطت انا فيها حبيبتي. وجبنا هاد جايز، شايفين هاد على شكل راس قلب، الوان واشكال، شايفين حبيتهم كتير. ولانه راس قلب مع اني بحب يعني اشي، وهاد مهمته الملاحظات، بنكتب مثلا كان في الكتاب اشي بنكتب عليه انه هذا مهم او اشي عشان ما ننسى، وبنروح نشوف كيف. شايفين حلو كتير حبيته. وزي ما شفتوا جايز الفيديوهات، شفتوا شو ماذا يوجد في حقيبة المدرسة أساسياتها. وهلا هي المقلمة وهي فاضية، شايفين حلوة كتير. وبتمنى قد نال إعجابكم هذا الفيديو. ما تنسوش تضغطوا اللايك والاشتراك في القناة، وإذا وصلتوا كمان هذا الفيديو لـ400 لايك راح نقدم لكم حاجات أحلى، وراح نطور وراح يكون حاجات فخمة راح تحبوها كتير. واستنونا الفيديوهات الجاية راح تكون أفخم وفخم. بنحبكم كتير، سلام.